ايه يا روف، عارف الواد اللي اسمه حربي ابو العنين اللي خرج من السجن امبارح؟ اجي الاسم الاقيه موجود. فل الوردوشه معلمه. ناموسيتك كحل يا سي ابضايا. معلش يا معلمه، اصل انا عينيا الاتنين ما سلموش على بعض ليله امبارح. هو خيبتك بالليل خلت عينيك يخصموا بعض؟ وانت يا رشدي؟ ما بقاش المعلمه انشراح لو ما اعرفش دبت النمله في الحته بتاعتي. ما انا استاذنتك يا معلمه ان انا اغب على العيال دي. جري يا بضاي، انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ انت استاذنتني تقدبه لو اتلومد، استاذنتني تقص له لسانه لو طولوا عليك، بس ما استاذنتنيش في حربي وفي الطار اللي بينك وبين امه. ولولا ستر ربنا والواد زغ منك بقدره قادر كنت زمانك جبت لي اللبش كله في المنطقه. بقولك يا معلمه، العيال دول شويه عيال مالهمش لازمه. هتي يعني؟ انا اللي بقولك يا بضاي، لو ما بطلتش الغشوميه والغباوه بتاعتك دي انا اجيب راجل تاني يا حبيبي يراعي مصالحي ويحميني وياخد باله مني. انت بقى مثل فيلم الجبار المنتقم مع نفسك، روح خد طارك مع نفسك. انا ما صدقت ظبطت المنطقه وسنتكتها، تيجي انت تعملي فيها قلق وتنطيط؟ ايه القرف ده؟ كاشح يا معلم. ابعت حد من العيال ينضف لي العربيه ويروقها عشان عايزين نوصل مشوار كده لغايه رشوان بيه، نشوف المصلحه بقى مش التنطيط. بقول لك يا معلم، هو رشوان بيه ما اتصلش ولا ايه؟ انت هتقعد تسيرني ولا ايه؟ ماشيه معاك في النادي انا؟ ابعت اجيب غدا يا ولا؟ ما تقوم تفازي تشوف الشغل. ولا مش عايزين وجع دماغ، اخلع عاد انت وهو من هنا. احنا جايين لمعلمه انشراح. معلمة الشرح دي بتلعب معاك ولا ايه؟ ما توسع قد من سكتنا، نلعب في عينك البقى اختيار. شفت يا معلمة؟ العيال دي عيارة فعلت، هم داخلين علينا عايزين يتعاركوا ويجروا شكلنا. استنى يا بضاي. استنى يا معلمة، استنى لغاية ما تجمعوا علينا ويضربونا، ما يصحش يا معلمة. هو بقول لك جاي نادي المعلمة. واد يا كوتش في ايه؟ ده الواد زين ولاد حرب يا معلمة، عايزين يدخلوا بالعافية. احنا واقعين في عرضك يا معلمة انشراح. تعالى يا حربي تعالى. الاذن يا ابو الشعوب. غلط. غلط اللي بتعمل ايه ده يا معلمة، اكبر غلط. صباح القشطة على احلى معلمة فيك يا مصر. السجن عدلك لسانك وعلمك القلبان ده يا حرب. كلهم فضلت خيرك يا معلمة. ما تبطل سنتحة يا قاض. جرازين كل شوية جايلي بتوأم ولا ايه؟ ما تولعاش نار يا معلم ابضايا، خليك محضر خير. احنا جايين عايزين المعلمة بكلمتين وهنمشي طوال. المعلمة ما عندهاش وقت اضافي تضيعه مع الشلحفات اللي زيكم. جرايه يا معلمة، ما تخلي معلم أباضايا يخف عندنا شوية، احنا عيل غلابة ومش حمل. عايز ايه يا حبيبي؟ قصر. عايز اقول يا معلمة ان احنا كلنا هنا رجالتك، بنلقط رزقنا وبنخدمك بعينينا، والحتة كلها عايشة من خيرك. يا معلمة معلمين الحتة وست ستات البلد. بس أنا سمعت إنك من ساعة ما طلعت من السجن وأنت عامل لبش. أنا يا معلمة؟ أنا عامل لبش؟ ده أنا خارج من السجن وحالف معتبه تاني، وكل اللي أنا عايزه إن آكل لقمة عيش وأمشي جنب الحيط. بس نعمل ايه بقى في اللي مش عايز يسيبنا في حالنا؟ تقصد مين يا زين؟ تقصد مين يالا؟ والله يا اخويا اللي على راسه بطحه يحسس عليها. ولا تيو انت اللي جيب سيرتي على لسانه هطحوله. شايفه معلمه؟ شايفه عمال يقول شكل للبيع اهو. بقول لك ايه؟ افرد الشراع وقدف لحد العربيه وخلي بالك لا تغرق. يلا يا بضاي، ما قلنا بلاش الهداوه. معلش يا معلمه، معلم أباضايا بس أصل دمه حامي حبتين وحمق شوية، لكن الراجل برضه معذور. اللي حصل مني زمان لازم يخليه زعلان مني، حقه يا معلمة حقه. بس دخلت الشباب يا معلم، وأنا خدت جزائي. 5 سنين في السجن شفت فيهم الويل، بس كنت أستاهلهم، أه والله العظيم كنت أستاهلهم. لأن في يوم من الأيام اتجرأت ومديت إيدي دي اللي تستاهل قطعها على معلمي وطاج راسي المعلم أباضايا، أشرف بلطجي فيك يا مصر. وأنا قدامك أهو. بطلب منك العفو والمغفرة يا معلم. سامح بقى. كنافة، انت بتأكلني كنافة وبتهشتك الشيطان اللي جوايا وعايز تنيمه نونة. انا يا معلم انا عايز انيمه نونة؟ استغفر الله العظيم يا معلم، ده انا بكلمك من قلبي يا معلم. ده انت كبرنا وانا قدامك اهو جاي لك لحد عندك برجلي، وحاجة من اتنين، يا تسامحني وعفو الله عما سلف، يا تعمل فيا اللي انت عايزه وانا هتقبل بنفس ردي. ولو مش مصدقني ادي راسك هيك. خلاص بقى يا بضاي،
راجل جه حب على راسك وبس راسك واستسمحك والمسامح كريم. احنا ولاد النهارده يا رجاله واللي فات مات. اللي تشوفيها برنسيسة خلاص الشيطان اللي جواها ينام ويشد اللحام. انا شايفه مبطل قلق عشان المصلحه ما بتحبش القلق. واحنا برضو رجالتك يا معلمه ورقبتنا فداكي. ايه يا حربي هترجع تشتغل معانا زي زمان ولا مالكش مزاج؟ ده منى عيني يا معلمه والله. خلاص ننسى اللي حصل بقى ونكبر دماغنا. مش مهم احنا اللي ننسى يا معلمه، المهم المعلم قبضايا هو اللي ينسى. ما بلاش رغي بقى، ما قلنا الموضوع خلص خلاص. امرك يا معلمه. من بكره تنزلوا الشغل بس اخر النهار ترجعوا لنا بحاجه عدله. ولا ايه يا حربي؟ ايه ايه يا معلمه، هو في بعد قولك قول؟ اهم حاجه بس ان المعلم قبضايا يرضى علينا، ده برضه كبير الحته واحنا ما نقدرش على زعلنا. يا بركه. يا دنيا فينك يا دنيا، وحشاني فينك من زمان. انا موجوده يا اخويا اهو الحمد لله كويس. بقول لك ايه، ما شفتش حربي؟ لا حربي راح مشوار ولسه ما جاش. مشوار؟ طب بقول لك ايه، لما يجي قول له يحصلني على الخن بتاع زمان. اوعى تنسى يا بركه. لا لا الخن لا حمد، انا اول ما يوصل هقول له على طول. ماشي ماشي. سلام سلام. خن احلى حاجه الخن ده. سلمها لله واعمل ايه. السلام عليكم. صباح الخير يابا. هو انت جرى ايه يابا، ما وحشتكش ولا ايه؟ ايه اللي فكرت بينا؟ انت دايما على بالي يابا، بس انا اللي كل ما اجي اشوفك ما بتدينيش ريق حلو. ولا ما انت عارفه كده، ايه اللي بيجيبك؟ جرى ايه يابا، هو عيب يعني ناجي اشقر عليك؟ لا الله يفيك الخير. ماشي خد دول يابا، خليهم معاك. ايه دول؟ فلوس تفك بيها زنقة. خد فلوسك الوسخة دي وامشي من هنا. وسبق قلت لك كده قبل المرة 20. بقول لك ايه؟ انت لا بنتي ولا انا اعرفك. وانا متبري منك ليهم الدين. واحمدي ربنا ان انا كبرت وتهديت. انا لو بعبيتي. يابا بقى كفاية بقى مكبرة بقى. حرام عليك. ده انا بنتك من لحمك ودمك. وهفضل بنتك كمان لحد ما اموت، عجبك او ما عجبكش.